فشان هدف تاعي من أجل بلادنا. بلادنا هي الأساس. التطوع غرس فينا حاجة اللي هي شابة بزاف، هي كوموندي ان تيم ورك، اللي نتعلموا نخدموا اون جروب. احنا كمتطوع يعني من وهران، وراه عندنا هنايا من جميع الولايات، حاجة زعما بليزير كبير. العمل التطوعي بالنسبة لي مسؤولية، لأنه الفرد إذا تطوع أكثر من مرة ولا تطوع حتى مرة واحدة في حياته، تضيف له في حياته الشخصية وحياته العملية. وكان عندنا الاتفاقية باش نكونوا دي فولونتير، والحمد لله ربي وفقنا باش نخدموا البلد تاعنا. نفس الهدف اللي على جاله طوعت في العاب واحد متوسط هي لخدمة الجزائر، ومدى بينا حنايا بلادنا ان شاء الله تطلع وتدي الكارنا 2025 ان شاء الله. حاجه شابه وراح تمد لبلادك، من حاجه راح تمد لك لبلادك، سي لو بلوز امبورطون تحيا الجزائر. احنا كمتطوعين حضرنا دي فورماسيون قبل لاشان وتعلمنا وراونا كي نخدموا معاهم. احنا كمتطوعين من وهران، وراه عندنا هنايا من جميع الولايات، حاجه زعما بليزير كبير. رانا هنا في الفيلاج، عندنا بلون تاعنا، انا نوض الصباح، عندنا انا دي بيتي دوجيني، عطينا هنا لي برجمون تاعنا، نوضو تانيك عندنا فطور وعندنا العشاء. نروحو نخدمو هنايا سطاب، ما راش بعيد علينا بزاف حتى الفيلاج تاعنا. اللي عنده خدمة يخدمها تماك، واللي كاش حاجة كاين هنا تلك وسائل الترفيه دارولنا، يعني كرة القدم دارولنا، لي صال دو جو دارولنا، التعليم، وما زادولنا لي فورماسيون الحمد لله. تحضيرا للبطولة الإفريقية للمحليين شان 2022، والتي أجريت عدد من مبارياتها في الملعب الأولمبي مولود هدفي بوهران، حيث استقبلنا عدد من المتطوعين على مستوى القرية المتوسطية، ويبلغ عددهم 300 متطوع بحي بيروت، وتم السهر على تقديم الظروف الملائمة للإيواء، وكذلك برمجة عدد نشاطات منها رياضية ومنها ترفيهية. وبعنوان الشان في بلد الشان، لاحظنا الانسجام وروح التطوع للمتطوعين. يومية المتطوع هنا في القرية المتوسطية أو في الملعب هي يومية، راح نبدو العمل تاعنا الصباح يكون في الملعب، كل واحد يروح في ليطاج تاعه، ليطاج بريسيز اللي راح يكون عنده، ماركتينغ يروح الماركتينغ، الميديا يروح الميديا. سي كاين بون ليامات دي ماتش، ليامات دي ماتش شاك فولونتير راه في لا كوميسيون بريسيز تاعه، وشاك كوميسيون عنده دي طاج بريسيز اللي غادي يديرهم في لو جور دي ماتش، وكاين لي جور اور ماتش. دونك سا ديبون، كاين اللي يخدموا في لي جور اور ماتش وكاين اللي لا، كيما انا كمترجمه نخدم كل يوم في لوتيل. في لجنه التنظيم راني مشارك في لجنه كوميسيون تاع سيريموني افو ماتش، مكلفين بالراماس دو بال، وايضا دخول اعلام المنتخبات المشاركه. انا متطوعه في لجنه الاعلام، والخدمه تاعي هي في زون فوتوغراف، وهي مختصه انه نكون مساعدين ومسؤولين على المصورين في ميدان اللعب او في داخل الملعب.
طبعا العمل تاعنا يكون في يوم المباراة، واللي هي مسؤولية كبيرة انك تتحكم في المصورين وتحاول انه يكون العمل تاعك متقن لأبعد درجة، لانه عمل تاعنا يبدا لما تبدا المباراة مباشرة، يعني نكونوا مباشرة في الكاميرا. ثاني نسيو باش نستحفظوا على الوقت، كيجي المومون باش نردوهم للكراسه تاعهم، نقدموا كل ما في جهدنا باش نعاونوهم باش يكونوا اليز في الخدمه تاعهم ويمدوا بليس. راني سي كوميسيون سونتي اي اونتي دوباج، في لا ميطون يجوا معنا لي ميدسان تاع لي دو زيكيب، نديروا تيراج او سور، نخيروا دو جوار من لي دو زيكيب منا ومنا. ابري في لا فان دي ماتش نروحوا عندنا كات اسكورت باش نقدبوا لي جوار لي سيليكسيوناو في التيراج او سور باش ندوهم لاصال نديروا اونتي دوباج. وحنا لا كوميسيون اونتي دوباج حنا هما التوالى اللي نخرجوا من الصال. إلا سي الحضور اللي يخلع فيك المسرح. الفيلاج ميديتيرانيا هنايا على العام اكتيف بويسكو اوني بريسك توس دي جون هنايا، دونك دايما صال دي جو محلوله نلعبو، دايما نقعدو في رحبه نتعرفو على بعضياتنا نقضو اوقات في رحبه، وانا شخصيا عجبتني ليكسبيريونس هنايا. الطاقم الاداري القائم على الفيلاج هنايا ما خصصنا موالو كونسيرنون لي شامب ولا كونسيرنون النشاطات، داروا شحال من نشاط. اجواء ممتعه مختلفه، نعيشوا فيها لحظات جديده ولحظات فريده من نوعها، وطبعا هنا كلنا زملاء اما من الدراسه او من العمل، وعشنا يعني لحد الساعه هي ايام اخيره لكن ايام تبقى في العمر، كما كانت ايام العاب البحر الابيض المتوسط ايام شابه هذه ثاني. الجميع راه ساتيسفي وكاع خرج بخبره وشاف زعما الدوره زعما كي تدور، وان شاء الله حنا خدمنا هذه خدمه مقيه وخدمنا من قلب. الحاجه الاولى قلت لك باللي الوطن تاعنا الجزائر، وحاجة تانية ان شاء الله باذن الله استضافه كان. طبعا الهدف الاسمى تاعنا هو خدمه البلد والوطن تاعنا الجزائر. شاركنا كاساس احنا جزائريين، رانا نشاركوا في هذه الدوره الافريقيه كمتطوعين، من اساسها هي روح الوطنيه. هو نفس الهدف اللي على جاله تطوعت في العاب البحر المتوسط هي الخدمة الجزائر، وماذا بينا احنا يا بلادنا ان شاء الله تطلع وتدي كان 2025 ان شاء الله. حاجه شابه وراح تمد لبلادك، من حاجه راح تمد لك لبلادك سي لو بلوز امبورطون تاع الجزائر.